شنو هما الحاجات اللي خصنا نخليهم هما التايين ماشي شي مرات كنقدروا نبداو بهم هما الاولى. غادي نقدم لكم سيد مندوب الاقليمي للتعاون الوطني هو اللي سهر على الاعداد ديال هاد الدوره التكوينيه بالمشاركه ديال مختلف الاطر العاليه معنا في التعاون الوطني. كنرحبوا بالاستاذ سيد مندوب الاقليمي ويعطيكم واحد الكلمه ونرحب بكم ان شاء الله. تنزيل البرنامج الوطني لمهنية التكفل بالأشخاص وضعيات الأطفال المتوحد. هاد الورشة هذه اللي غادي تمتد إن شاء الله على مدة ديال 5 أيام واللي كتروم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو تطرق الإشكال ديال التوحد وتحاول إن شاء الله الرحمن الرحيم بمعية الإخوان اللي غادي نشطوا هاد الورشة تمتد 5 أيام تطرق الاشكالات والمشاكل اللي عند الاسر واللي عند المهنيين اللي كيشتغلوا مع الاطفال التوحديين. اذا احنا بالنسبه لنا الدوره التكوينيه كما قلت لكم هي اتت في اطار تنزيل هذا البرنامج الوطني هذا اللي كانت سبقت وقت المنطلقه ديالو الوزاره والان الاجراء ديالو على المستوى المحلي على اللي الان دابا كاين انطلاقه في مجموعه ديال الاقاليم واللي هي اللي الهدف منها ولا اللي كنرموا من هذه الدوره التكوينيه هو اننا نبارطاجيو بعضياتنا واحد المجموعه ديال المعلومات واحد المجموعه ديال المفاهيم اللي ربما كتغيب علينا كاملين في هذه المساله هذه ديال التوحد الدرجه الاولى. الدوره هذه التكوينيه الهدف ديالها هو التقاسم ديال المعلومات ما بين الاسر وما بين المهنيين لإماطة اللتام على هذا الإشكال ديال التوحد اللي هو صراحة كانت مجموعة ديال المفاهيم اللي هي كتغيب علينا احنا كاملين. الاشتغال ديالنا في الميدان هو اللي كيعطينا واحد المجموعة ديال المعلومات حول هاد الإعاقة ديال التوحد واللي هي في الصراحة ملي كنقولوا إعاقة يعني الا خدينا عليها واحد المجموعه ديال المعلومات وتمكننا من مجموعه ديال البرامج نقدروا نساعدوا الاطفال انهم يقدروا يندمجوا في المحيط ديالهم. اذا احنا بالنسبه لنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في طيله هذه المرحله هذه ديال التكوين. بالنسبه لنا الاخت اميمه والاخ طلال ان شاء الله الرحمن الرحيم هما واحد عنصرين اللي هما متمكنين واللي خداو التكوين ديالهم وجايين باش نقلوا لكم التجربه ديالهم وينقلوا لكم يعني المجموعه ديال المعلومات اللي هما خداوها. كما سبق السي طلال ويعني وكان كيتحدث بعد واحد شويه هو ان الاضطراب ديال التوحد هو ماشي مرض ولكن هو اضطراب وهذا الاضطراب هذا يعني نقدروا نقولوا ان الطفل يمكن له يتخلص منه في حاله ما الا تنبهنا ليه بكري وقدرنا اننا نمكنوا الطفل من مجموعه ديال الاليات باش يقدر يندمج سواء في المحيط ديالو ولا سواء في المسار الدراسي ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللي كنرموه من الدوره التكوينيه وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم. طلال الزيتوني نفساني حركي بمدينه الناظور مركز العلي الشيخ. بطبيعه الحال اليوم غادي نحاولوا نصرفوا التكوين الوطني في شكل دوره محليه. Alors nous sommes chargés d'animer un atelier de démultiplication qui donne 16 ديال الاسر اللي غياخذوا في نهايه ديال تكوين مجموعه من الحقائب البيداغوجيه اللي غيشتغلوا بها مع الاطفال ديالهم. بطبيعه الحال الدوره التكوينيه تمتد لمده اسبوع، كاين برنامج في الصباح وبرنامج في المساء. التنشيط انا والبنوم ديالي اميمه ان شاء الله غادي نحاولوا قدر الامكان اننا اون فا انيمي دي زاتولي ونحاولوا نوصلوا لهم واحد الميساج كيكوغيت باش لا بريز اون شارج ان شاء الله ديال هاد الاطفال تكون في المستوى المطلوب. السلام عليكم، اميمه دحمان اطار مؤسسه التعاون الوطني. احنا هنايا اليوم باش نبداو تصريف المحلي لبرنامج رفيق، برنامج رفيق لتاهيل مهنيه التكفل بالاشخاص ذوي اضطراب طيب التوحد. دونك احنا هنا اليوم من اجل واحد التكوين ديال المده ديالو 5 ايام ان شاء الله
اللي غادي يكون فيه اخصائيين وغادي يكونوا فيه رؤساء جمعيات واسر واولياء امور وبيان سور مربيات اللي هما الناس اللي كيشتغلوا كل يوم مع الاطفال ذوي اضطرابات التوحد. احنا هنا اليوم انا والزميل ديالي طلال الزيتوني مختص نفساني حركي اللي غنقوموا ان شاء الله بالتكوين ثنائي اللي غادي يقوم يعني بتصريف مختلف المعلومات والخبرات وبيان سور لي تكنيك والوسائل اللي تعلمناها في اطار السنه ديال التكوين في الرباط اللي كتشرف عليه وزاره التضامن والتنميه الاجتماعيه والمساواه والاسره واللي استفدوا منه في السنه الاولى 60 مختص والسنه الثانيه في 2020 60 مختص كذلك. وهذه السنه ان شاء الله حتى هي غادي يعني غادي نفرحوا ان شاء الله بالتاهيل والتكوين ديال 60 الفوج ديال 60 اخصائي واخصائيه ان شاء الله. وهاد المكونين هادو بنفسهم غادي يقوموا بال يعني بالسهر على تكوين 1200 مهني ورب اسره في مختلف ارجاء التراب الوطني سنويا. يعني احنا ديجا قمنا بتكوين ديال 1200 مستفيد السنه الفارطه وهذا العام ان شاء الله احنا في طور هذا التكوين وهذا التصريف المحلي وبيان سور العام الجاي هو ان شاء الله غادي يكون فيه واحد التكوين اللي نتمنى انه يوصل الاهداف ديالو ويمكن هاد المهنيين وهاد المختصين وهاد الاسر بيان سور من انهم يمتلكوا مختلف يعني المعلومات والتقنيات اللي غادي تمكنهم من انهم يقوموا بواحد التدخل اللي يكون فعال وناجح مع الوليدات ديالهم ومع الوليدات ديالنا كاملين ان شاء الله. دونك شكرا.